وصل إلى مملكة البحرين اليوم علي السيد نفتالي بنيت رئيس وزراء دولة إسرائيل والوفد المرافق له في زيارة رسمية للبلاد تستغرق يومين وكان في استقباله لدى وصوله بمطار البحرين الدولي سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وسعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة وسعادة السفير خالد يوسف الجلاهمة سفير مملكة البحرين لدى دولة إسرائيل وسعاده السفير ايتان ناي سفير دوله اسرائيل لدى المملكه وعدد من المسؤولين بوزاره الخارجيه